جميل، معنا الآن على الهاتف الدكتور هيثم جبار طه، الخبير الدولي في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي. تحياتي لك دكتور هيثم. أهلا وسهلا بك أستاذ بلال، الله يعطيكم شكرا العافية. جزيلا لك وللمستمعين والمشاهدين في إذاعة حياكم الله مسرح دكتور، الدكتور. حياكم الله دكتور. دكتور، يعني مثل ما ذكرنا هناك معايير لابد أن يضعها ولي الأمر بعين الاعتبار عند اختيار المدرسة الخاصة، حبذا لو تضيء لنا حول هذه النقطة. شكرا جزيلا أستاذ بلال. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة كثر الحديث على المدارس مثل ما تفضلت في إسطنبول، ونشوف الترويج الإعلامي والكذا من جميع نعم أغلب المدارس الآن للتسجيل، ولكن هناك نقاط رئيسية نعم وهي مجبر بها ولي الأمر، اللي اكو نقاط مجبر بها ونقاط مخير بها. يعني نعم اكو شيء اسمه الميزانيه، انه تعرف المدارس الخاصه وللاسف قاموا نشوف الاسعار، رغم انه جائحه صحيح كورونا جايه والوضع الاقتصادي العام لجميع الدول صحيح هذا، ولكن صحيح اسعار بالدولار وكذا، وتعرفون هذا الامور. الميزانيه الماليه المحدده للاولاد او للولد انه يدخل. ثانيا نوع نعم المدرسه، شو يريد الطالب او ولي الامر، هل يريد مدرسه عربيه او دوليه بمناهج صحيح مختلفه، نعم بريطاني امريكي كندي الى اخره. قرب المدرسه من البيت، هل انه يريد مدرسه قريبه وبنوعيه، هاي هذين ثلاث معايير، الميزانيه ونوع المدرسه وقرب المدرسه، هاي مجبر بها ولي الامر انه شلون طيب يحددها. جميل هاي جدا الامور يعني يمكن انه ولي الامر يعني نقول انه يتراوح بها بين الميزانيه ونوع المدرسه، نعم يعني الخيارات عديده، مدارس عديده، والحمد لله وشكر. طبعا الحكومه التركيه مشكوره جدا في انه مساعده كل الجاليات الموجوده وبالاخص الجاليات العربيه اللي قاعد نتحدث احنا لهم من خلال اذاعه مسك اف ام، انه سهلت كل الامور. ولكن للاسف الشديد، وللاسف الشديد انه البعض قام ياخذها من باب التجاره. ايوه، هي اكو هذه هناك المشكله. استثمار، عفوا، استثمار في التعليم وليس تجاره في التعليم، اكو فرق. وانا دائما اكد، واكو محاضرات انا عقدتها سابقا في مناسبات رسميه، انه اكو فرق بين الاستثمار في التعليم والتجاره في التعليم. هناك من نعم يتاجر، ولهذا هذا مستقبل اولادنا. الاتراك حريصين على مستقبل الجاليات الموجوده اولادنا هنا. نعم يعني شكر جزيل، كل التربيه التركيه مسهله الامور، ولكن لا نريد انه تستغل من الاخرين. نعم. ولي الامر في وضع حرج، العائله في وضع حرج، انه خايفين او غير مطمئنين على اولادهم. المدارس شلون نختارها؟ نختار المدرسه اول اختيار بعد هذني الامور الثلاثه الاجباريه، انه هل هي مريحه نفسيا للطالب؟ قد انه هو ما يرتاح وما راح يستفاد علميا ولا هذا، حتى لو كان نجح، ولكن الماده العلميه ما راح ياخذها. اختيار ايوه، المنهج التعليمي يعني امور دكتور رئيسيه. ذكرت انت انه تكون مريحه نفسيا، يعني كيف تقاس الراحه النفسيه حقيقه؟ الراحه النفسيه للطالب، قد انه يضجر الطالب وينزعج من نوع البناء، من نوع الستاف، الستاف الكادر التدريسي الاداري نعم والتعليمي، هذا شيء مهم. هسه راح اجيب نقاط هي تفضل. تقريبا 11 نقطه تفضل ضمن الجوده التعليميه، تفضل خليها في مضمار انه احنا شلون تكون راحه نفسيه للطالب. ليش ما ناخذ تجارب الدول المتقدمه؟ هل انه احنا ما ناخذها كوبي بيست، ولكن نعم نستفاد من الشيء اللي يفيدنا واللي يلائم بيئتنا احنا. طبعا كل بيئه وكل حال، ولكن نستفاد من تجربه انه شلون نخلي الطالب مرتاح نفسيا قبل ما يتعلم. نعم ومن جميل. ثم يعني انا بشكل شخصي عندي شعار انه التربيه 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 ثم التعليم، لان هذا شيء مهم انه الطالب ياخذ كقالب. احنا في كجاليات كنا خارجين من البلدان في بيئات مختلفه كذا، شلون نصقل هاي البيئه؟ نعم. ارجع واكرر انه لا يتم، يعني اتمنى من جميع اصحاب المدارس انه لا يتم المتاجره باولادنا، لا يتم المتاجره باولادنا. للاسف المدارس التربيه التركيه قاعد تقدم التسهيلات للمدارس الخاصه الاجنبيه، وقاعد تفتح عده مدارس. نعم. بين سنه وسنه تفتح العديد من المدارس، ولكن صحيح هل هي هاي ضمن صحيح الشروط؟ هل صحيح هي هاي ضمن المتطلبات اللي نتمناها لاولادنا؟
نفسه نعم هو صاحب المدرسة هل يتمنى لابنه انه يكون في هيك مدرسة؟ البيئة المدرسية تكون آمنة نظيفة، الكادر التدريسي يكون جيد، اختيار منهج تعليمي صحيح، خيارات غذائية صحية سليمة، صفوف دراسية صحية أيضا وملائمة من ناحية الإنارة، من ناحية التهوية، من كل شيء، نعم التلاميذ، أساليب التعليم المتبعة، تنظيم علاقة الأهل بالمدرسة شيء مهم جدا، نعم أمور نعم عديدة يا أستاذ بلال. يعني أنا ما أريد آخذ من الوقت لا لا ولا يهمك ولا البرنامج، يهمك دكتور، لا ولكن تفضل. أتمنى يعني أنا صوتي إن شاء الله راح نوصل يعني عن قريب للتربية التركية والجهات الرسمية، إنه يعني من الضروري إنه يكون صاحب المدرسة إنسان أكاديمي تعليمي. طيب من نحن تحكي دعنا إيه نعم دعنا دكتور فقط نضع المعنى، ذكرنا في النقطة الأولى بأنه لابد أن تكون هناك راحة نفسية لدى الطالب من أجل أن يتقبل هذا الجو التعليمي، الجو الأكاديمي، البناء المدرسي والكادر بذاته، هذا أحد المعايير. لكن بذات الوقت لكي يستطيع صاحب ومالك المدرسة أن يوفر كل ما تم ذكره من كما ذكرت من أكاديميين مختصين، وبالتالي أكاديمي مختص معنى ذلك أنه سيتقاضى راتب جيد لأنه مختص وصاحب كفاءة وخبرة، وبذات الوقت مبنى جيد، وبذات الوقت بيئة مريحة، هذا سيؤدي بدوره إلى ارتفاع في ثمن الأقساط الدراسية، وهذا بذاته سبب يجعل ولي الأمر أنه يحجم عن الإقبال عن هذه المدرسة بسبب ارتفاع أقساطها. طب كيف نستطيع برأيك أن نوائم وأن تكون المدرسة الخاصة يعني بيئة جاذبة؟ أستاذ بلال، الحقيقة الاستثمار في التعليم هو نهر دائم، التعليم نهر دائم وليس تجارة. من أني أبني سمعة وأبني مدرسة صحيحة، نعم أنا ليس من المفروض أنه من السنة الأولى أربح 300%، ليس من هو هذا الفرق بين التجارة، نعم بين بعض نعم نعم الدول اللي تبني سمعة وتبني مدرسة حقيقية بحيث يتسابقون بأسعار متزنة، يتسابقون أولياء الأمور في الحجز المقاعد قبل بدء العام الدراسي، فهذا شوف المدرسة فول، وأكو نعم نماذج من هذا الشيء، نعم أكو نماذج موجودة يعني طبعا ليبني سمعة. الاستثمار، أنا أرجع وأقول على نقطة الاستثمار، من تبني قاعدة أساسية وتبني مدرسة صحيحة بكل المعايير، من الجودة من ناحية البناء، من ناحية الأمان، من ناحية الراحة النفسية، من ناحية الكادر التدريسي، من نوعية المنهج. الآن يعني وبالدليل يعني تشوف مناهج تختلف عن مناهج، يعني نفس ايوه الشيء يقول لك منهج صحيح امريكي يقول لك من كذا وكذا. في رمضان سوينا سلسله تعليميه انه نعرف اولياء الامور مجانا في الانترنت انه شنو المنهج الامريكي، شنو المنهج البريطاني، شنو المنهج العربي، منهج كل دوله. هناك التباس لدى اولياء الامور، تجيني على الصفحات الخاصه لي بعض الاسئله من اجاوبهم، يعني ما اعرف ايش قالي لهم في المدرسه من كلام هذا. ولكن أنا أرجع لحضرتك إنه شلون إحنا نوفر مدرسة بأسعار مناسبة. من صحيح أنت تبني مدرسة صحيحة، أساس صحيح، الاستثمار بها هذا دائم يا دكتور يا أستاذي يا أستاذ بلال، إنه هذا التعليم تعرف على مدار الحياة، يعني سنة الحياة هو التعليم، يعني صحيح من جيل إلى جيل، من جيل إلى جيل. فهذه المدرسة إذا أصبحت بسمعة جيدة، ولهذا أشوف أنت اغلب المدارس يقول لك كذا وكذا، وعلى صفحات التواصل حضرتك تقرا نعم انه على صفحات التواصل، والله انا اقرا ماساه، اقرا ماساه، سنه تروح من طالب، سنه تروح من طالب. انا كنت معاصر من ايام المدارس المؤقته وما قدمتها تركيا للاخوه نعم السوريين، كنت نعم مشارك ومدعم مجانا انا للاخوه السوريين في هذا العمل، يعني المدارس المؤقته وما قدمتها تركيا من مساعدات نعم مشكوره، من اجل انه لا يضيع هذا الجيل. احنا كنا الان خارج بلداننا، اولادنا هاي امانه في عنقنا، شلون احنا نخليهم بدون تعليم؟ التعليم هو هذا سلاحنا وسلاح كل فرد، يعني تمام بدون تعليم لا شيء، يعني ولا مجتمعنا ولا بلداننا ولا اي مكان نتقدم. تمام تركيا ما شاء الله في الجامعات كل سنه كذا تفتح جامعه، كذا مدرسه، كذا بنايه، ايضا دي يساعدون الجاليات ومن ضمنهم الجاليات العربيه بفتح المدارس، ولكن لا يعني ما نتمنى انه تفتح المدارس بصوره غير يعني نقول طبيعيه او ما تلبي نعم متطلبات النجاح، والنجاح انا اقصد بمو نجاح الدرجه، نجاح التعليم، نجاح التعليم بكل معاييره.
يعني من نقول الميزانية أنا خليت نقاط إجبارية من الست سنين اللي عشتها في مضمار التربية والتعليم في تركيا على مستوى الجامعات وعلى مستوى المدارس، فشفت أشياء أنه الميزانية تجبر ولي الأمر يتمنى أنه ابنه في هاي المدرسة، مثل ما حضرتك أرجع السؤالك تقول إذا هو راح يجي سعر، إذا مدرسة جيدة راح يصير السعر عالي مالتها. جميل صح؟ جدا صحيح. هذا السعر العالي، هذا السعر العالي ما أقدر أنه أقدر أنزله أني، وأقدر أخليه أستقطب الموهوبين به. أكو هواي أمور ولكن للأسف تطلع أنه دعاية أنه إحنا نستقطب موهوبين نسوي منح، وهذه يعني أنا شفتها لمس اليد مع الأسف مجرد دعايات. ونتمنى أنا من خلال قناتكم الموقرة يا أستاذ بلال أنه أصحاب المدارس يلتفتون جميعا لأبناء الجاليات الموجودة حاليا في تركيا، وهذول أمانة 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 الله لدينا، يعني التعليم ثم التعليم ثم التعليم لهم. دكتور هيثم، دكتور هيثم جبار طه الخبير الدولي في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الطيبة. حياكم الله دكتور. يا هلا ومرحبا. شكر جزيل لكم والقناة والمواقع. حياكم الله. يا هلا ومرحبا دكتور.